اسمها لي 3 R. شنو هي لي 3 R؟ ريبيتي. اوكي، تيقولوا حاول ما امكن تكون لو بيروكي لينغويستيك دو طون انفان. لو بيروكي لينغويستيك دو طون انفان، عاود له الكلمه اليوم غدا الصباح سيغ سيغتان راه ما غيعقلش عليهم، عاود له بور لا دوزيام فوا لا تخوازيام فوا سوي سيغ سيغتان هو يفكر فيه. متفقين؟ اذا سوا لو بيروكي دو طون انفان، à chaque reprise que tu répètes le mot, soyez sûr que vous allez faire l'inculcation. Regardez, tu feras le phrase ou ma mère a dit ça. Alors, qu'il y a une des kalimat que tu as dans la langue française ou qu'il y a des poésies, maintenant il y a Jacques Privé, mais qui contient l'accent grave. لاكسون غراف حنا كنعرفوها بداك لاكسون اوفير، وبالنسبه للوليد الا قلتي له او ما تيفهمهاش هو، واش لو شوا الاختيار ولا او هي لا بلاص اللي خصها لاكسون غراف. هنا كاين دي بويزي بساط نتاع واحد انجليزي مشى كيقرا في فرنسا، الوغ الاستاذ تيدير لابيل هو سميتو املت، نسبه املت اللي هي المسرحيه المشهوره ديال شكسبير. الوغ داك التلميذ يقول لي جو سوي او جو نو سوي با، هذاك الاستاذ يعتقد بان هذاك الوليد يهضر على او سون اكسون، وفي الاصل داك الوليد يهضر على داك او اللي هي بلاكسون، بحكم انا فرنسي شداني الانجليزي، انا انجليزي شداني الانجليزي نقرا فيها، اذا انا في البلاصه اللي ما خصنيش نكون فيها جو سوي او جو نو سوي با، تيبقى معاه واحد النقاش حتى لدرجه كيفهم بان الاستاذ التلميذ راه كيهضر على او بلاكسون غاف، والاستاذ كيفهم او سون اكسون. دونك هنا هاد الوليد ممكن دخلوا هاد الصور ونقريو له باش نعلمو شي حاجه سميتها لوغتوغراف بكل بساطه. واخا كاين واحد الاساسيات اللي سميتها اريتي ديفالوي، بالك ما تبدا تعقب عليه، ماشي اي خطا توقف عنده. في نظركم ولدكم الا مشى دار شي خطا غلط مثلا، واش غنعقبو عليه؟ واش غنقولوا لا ما خصوش يكون؟ شكون اللي معاه انني نقول لا ديريكتومون؟ يزيد يقول لي انا كنقول لا ما خصوش يكون هذا الخطا، كنهضر على اللغه بطبيعه الحال. ها وي كنقول له لا، شكون اللي تيقول ما تيقولوش لا ديك الساعه؟ وشكون اللي تيقولوش كاع؟ ها الو ما نقولوش شتي هذاك السيد اللي ما تيقولوش لا ما تيقول حتى حاجه، راه بلي بوزيتيف هذاك راه ايجابي اكثر منا كاملين. علاش؟ شنو كتسميو هذه؟ كيتجاهل الخطا. الوغ واش كنتجاهلوا الخطا ندوزو نمشي هكاك ماشي مشكل، ولكن شنو خصني ندير؟ اليوم خطا بطريقه واحده اخرى خصني ندير له بانه خصو مره جايه ما يعاودش. عطيتو واحد التمرين يطبق فيه واحد القضيه معينه، ديال مثلا واحد شي في لا كونجيكيزون لا غرامير ولا كذا، جيت لها غدا قلت لها كاودي راه ابليكي هاد الامور هادي في لاكور ديال بارتيسيب مثلا، ما طبقوش ما هضرتش معاه، لا غدا نعاودو نفس الصوره ما غنهضرش معاه، ولكن غادي نسحلو بطريقه اخرى، ما غنزعفش عليه، ما غنضربوش، ما غنعاقبوش. شنو يمكن لي ندير معاه في نظريتكم؟ شنو هو الحل؟ في نظركم شكون شنو هو الحل؟ تفضل. ها؟ نكون زعما واخا نقنعو بشي حاجة، في نظركم شنو هو الحل؟ شنو ندير معاه؟ نقنعو باش نقنعو، علاش نشجعو؟ هو غلط نزيد نشجعو غير يهبط لتحت، إذا شنو خصني ندير له؟ نساعدو معاه باش. هذا هو السؤال، تنقول انا ولدي ما بغاتش تدخل له الفرنسي في راسو، ولكن ها هي الصوره، ها السيد مريض، راه مريض، ايوا شدو خرج له الدواء، ديرو شي حل، واش نخليه مريض هكا يدير على راسو؟ اذا خصنا نرغبو في شي حاجه اترافيغ كوا، هذا هو اللي مهم، كيفاش؟
أول يلا يا ذا نقرأ الفرنسي وفق برضه نقرأ ترغيب ترغيب ماشي ترهيب ترهيب أوكي تحفيز إذا لا موتيفاسيون حنا نجيو ليها هاد الولد نقدر مثلا نستعمل معاه إما لو جو لبنوية أنا هو لوكسيليار إتر وأنت هو البارتيسيب صافي فوقاش ما قلت أنا أوكسيليار إتر أنت راك في جنبي فضلك اسمح لي ها لوكسيليار إتر أنا أوكسيليار إي لو بارتيسيب لاحظوا معايا il s'accorde je suis allé اذا خصني الا كنت مؤنث غنزيد او الا كنت مذكر ما غنزيدش او متفقين واخا خليه هذا هو لو باردون خليه معايا سي لوبلي هذا لو بارتيسيب باسي ولكن انا اوكسيليير افوار شوف ما تقربش ليا انا افوار انا وياك عندنا واحد الحساسيه ما نتلاقاوش هذاك الوليد كيفهم اوتوماتيكمون بان ملي تكون عندي لوكسيليير اتر يقرب من لو بارتيسيب لوكسيليير افوار تيهرب منه متفقين ميرسي هذا لو جو هذا اللعب كتسمى لا بيداغوجي دو جو بيداغوجي ديال اللعب تنخدم معاك انا كنلعب انا وياك سي بون واخا جينا وحده اخرى ممكن نخدم بلا نيكدوب نعطيه قصه وغنجيب له شي قصه من القصص المعروفه عالميا وشكرا من هذا الباب لواحد دكتور امريكي اللي كيتسمى ستيفن كوفي وكتب واحد مجموعه الكتب منها كتب واحد الكتاب رائع سميتو العادات السبع للاشخاص الاكثر فاعليه في العالم The Seven Habits of Highly Effective People كيهضر على واحد الامثله منه واحد المثال غادي نقول لكم دابا وكيصلح لنا باش نشجع داك الطفل انه يخدم عطينا الوليد اليوم يطبق لنا القاعده ما طبقهاش لا غدا جا ما عرفش يطبقها بعدو ما طبقهاش تعطيو مثال انت واحد الشخص بغى يخدم هو ماشي يشوف واحد تامرلند معلق واحد الورقه بغينا شي واحد يقطع لنا الشجر مشى السيد صحيح بغى يخدم ناشط كذا عطاه واحد الاش عطاه واحد الشابو سير بدا تقطع الشجر بدا يقطع مزيان قطع شي 19 شجره هذاك النهار ان بيكاب تيتخلص مزيان لا بدا قطع 16 بعدو 15 بعدو 13 بعدو 10 بعدو 90 بدا هابط قطعت داك العدد اللي تيقطع مرجع عند داك السيد مول داك العمل قال له شي ماشي معقول علاش قال له ما يمكنش انا كل نهار تنخدم بجد ولا غدا كنسمح نقطع قلب بدا كيشوف فيه قال له نسوق واحد السؤال بيني وبينك قال له شنو قال له فوقاش اخر مره مضيتي داك الشابو قال له ما عنديش وقت كيفاش ما عندكش وقت قال له ما عنديش وقت باش نرد قال له اذا ما مضيتي الشابو ما يمكنش تمسك الوقت راه الشابو راه حفاظ هذاك الوليد في نظرك الا بدينا ماشي معاه بنفس الوتيره اللي قرينا حنا بها شحال هادي واش هذا غادي ينتج لنا شي انتاج كبير لا خصنا نجددو يوميا تنبحث على طرق جديده راه الطريقه باش قرينا حنا راه ماشي الطريقه باش كيقراو ولادنا ما تنساش وليداتنا راه ديال الجي 5 راه لا 5 جينيراسيون دونك هنا كاين طرق جديده كاين اليات جديده الا بدينا نفكروا بالشكل التقليدي باش نعطينا نموذج لشخص معاصر يستحيل بتاتا دونك خصنا نرجع نفكر طرق يمكن ان نبدا طريقه مع ولدي متفقين باش نخليه هو تيبغي اللغه وامين طم تيبغيني انا نخدم معاه داك المجال متفقين ديرو في البيت انا حتى بيتنا شنو خصنا نديرو له غنهزو نديرو في واحد لو بان لانغويستيك شنو هو لو بان لانغويستيك نخلي له لونتوراج يكون فرنسي حسب اللغه اللي بغيت نعلمه واش الفرنسيه ولا الانجليزيه او غير هذا لا لونغ اتونجي ماشي بالضروره تكون فرنسي غنديرو لو بان لانغويستيك لونتوراج ديالو نقولو لغوي علاش غنشوفو اللي يشوف ايميسيون مزيان باللغه اللي بغيت انا مثلا او سمحوا لي هاد الكلمه ماشي اللي بغيت انا الا اللي بغا هو او اللي ماشي هو مثلا ناخذ الفرنسي ناخذ واحد البرنامج فرنسي نخليه يسمع نشيد فرنسي نخليه يشوف ان بوتيت بيس تياترال فرنسيه نخليه يسمع دي ديالوغ فرنسيين وعلاش لا باش يفهم ويسرع كل ما يعني سواء الدراسه سواء المجموعه شكرا لك شكرا الو واحد في المصطلحات اللي هي التكنولوجيا المصطلحات اللي هي اعلاميه بالدرجه الاولى هنا حتى داكشي اللي تعلمناه هنايا في المؤسسات وسيرنا حتى في الجامعات
بالإنجليزية ما بقاش كنت نفعنا الإنجليزية اللي درسناها هنايا كم لونج اللي تبعتوها.